ده عايزك تعمل كذا. هنشوف عموما التشكيل الرسمي لما يخرج من كابتن سيد عبد الحفيظ، ولكن كالعادة دائما خلينا نروح لزميلنا كريم أحمد اللي هيكون معانا النهاردة في استاد القاهرة، هذا الاستاد الرائع وفخر الصناعة المصرية الحقيقة، استاد القاهرة في هذه المباراة الهامة جدا. نشوف ما يحدث في استاد القاهرة بعد وصول الفريقين. كريم ازيك وتفضل. كل التحيه ليك يا كابتن اسلام، برحب بيك في البدايه وبكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي. ان شاء الله تمنياتنا بالتوفيق كالعاده لهذه المباراه، مباراه زي ما انت اكدتنا كابتن اسلام الترتيب والمستوى الجيد جدا اللي مأديه طبعا كابتن طلعت يوسف مع فريق الاتحاد السكندري، وايضا كمان الاداء الرائع وشخصيه البطل في النادي الاهلي والروح انكار الذات وكل الامور اللي ممكن نقولها على لعيبه النادي الاهلي خلال المرحله الماضيه بالتحديد، تلاحم كبير للمباريات، لكن ما عندناش لاعب احتياطي، ما عندناش لاعب اساسي، الكل متواجد، اي حد بيكون متواجد في التشكيله الاساسيه بيأدي ما عليه وهو ده المطلوب كالعاده. طبعا كل اللعيبه تعلم قيمه شيرت النادي الاهلي النهارده. المباراه الكل منتظر يا كابتن اسلام، والكل مترقب ان هو يشوف اولا يعني مباراه فنيه تليق بالفريقين، وايضا كمان عايز يشوف مستوى النادي الاهلي اكيد في اولى المباريات اللي هتكون قويه جدا نظرا للترتيب زي ما احنا عارفين. وكمان يمكن الكابتن طلعت يوسف مميز جدا بغلق المساحات، عنده فكر اكيد تكتيكي هيكون النهارده في المباراه، لكن على الجانب الاخر زي ما اكدنا الجهد الكبير اللي بيبذل من الجهاز الفني بقياده مستر ريني فايلر اللي يمكن خلال الايام الماضيه تحديدا اسلام وامس بالتحديد يعني محاضره الفيديو الاخيره كانت فيها مكاسب كبيره جدا وكان فيها امور عديده جدا. الراجل قراءاته رائعه ومميزه جدا، عنده بيقدر يوظف بشكل كبير المهام كمان يا كابتن اسلام، وبخبرتك الكبيره انت كنت احد نجوم النادي الاهلي، المهام اللي بياخدها بعض اللاعبين بتظهر اللعيب بشكل كويس جدا، وايضا كمان بيفيد المجموعه ككل بشكل عام، وهو ده اللي احنا عايزينه من النادي الاهلي، عايزين يكون في ثلاث نقاط في كل مباراه واداء يسعد جمهور النادي الاهلي. النهارده بنتمنى تكون وجبه كرويه تفيد الفريقين، لكن كالعاده تمنياتنا طبعا للنادي الاهلي ان شاء الله ان هو يستمر في سلسلة الانتصارات ويحصل ثلاث نقاط هيساعدوه بشكل كبير جدا في الدفاع عن لقب بطولة الدوري العام. احنا متواجدين كالعادة كابتن اسلام في استاد القاهرة، حاجة رائعة ومنشأة مميزة جدا، يعني الجو العام هنا في استاد القاهرة رائع، وكمان في برودة شوية في أرضية الملعب بلغة الكورة، تقدر يبقى في جري النهارده بشكل كبير جدا، لعيبتنا وصلت والروح الطيبه وفي احترام كبير يا كابتن اسلام زي ما انت اكدت عليه، احترام من النادي الاهلي نادي الاتحاد السكندري سواء باللاعبين الاجهزه الفنيه على المستوى طبعا مجالس الادارات، وهي دي الروح وهي دي الرساله اللي اكيد مهمه جدا لابد توصل لكل الانديه وكل المنافسين سواء في ارضيه الملعب او خارج ارضيه الملعب. الهدف هو المستطيل الاخضر، لكن خارج المستطيل الاخضر كل حبايب لكل اصحاب، لكن التنافس اكيد هيكون شريف النهارده في هذه المباراه. نقطه مهمه كابتن اسلام وحابب اكلمك عليها، النهارده يمكن كنا متواجدين في فندق الاقامه كالعاده، شفنا محمود وحيد بيغادر يمكن فندق الاقامه، سالته طبعا بشكل شخصي، محمود وحيد كان عنده امتحان النهارده، لكن وجوده كان متواجد امس في التدريبات وكان متواجد النهارده في معسكر فريق النادي الاهلي، امتحانه كان الساعه 5 وهيعود يكون متواجد يعني بالخبره طبعا يا كابتن اسلام، وانت تاكد علينا كده يعني هو ممكن خرج شويه بره مود المباراه، ممكن يكون خارج القائمه مع اكيد حارس من الحراس اكيد اللي هيكون خارج القائمه ايضا، لكن محمود وحيد من الشخصيات المميزه جدا واللعيبه اكيد سهرت امبارح بشكل كبير. كويس يا كريم ان انت وضحت هذا الموضوع، لانه بنتمنى النهارده بشكل عام لكل لعيبه النادي. كويس ان انت وضحت هذا الموضوع، لان انا عارف ان هتثار كلام كتير جدا او هيثار كلام كتير جدا خلال هذه الفتره، فكويس جدا ان انت وضحت، هيقول لك اصله اتخانق وانت فاهم الكلام طبعا اللي بيتقال في مثل هذه الامور، فكويس ان انت وضحت لنا هذا الامر. اتفضل يا كريم. بالتاكيد يا كابتن اسلام، يمكن اكيد احنا قناه الاهلي يمكن هي الناطقه الرسميه باسم الاخبار سواء المركز الاعلامي او النادي الاهلي او قناه النادي الاهلي، ومن خلالك من خلال ملعب الاهلي، ومأكد كمان يا كابتن اسلام على احمد فتحي ووليد ازارو. احمد فتحي من الخبرات الكبيره جدا يعني اللي بيقوم بدور كبير ككابتن وقائد للنادي الاهلي مع شريف اكرامي وحسام عاشور مع كل اللعيبه بصراحه، لكن ده دور احمد فتحي في الفندق، كمان كان على طول متواجد مع اللعيبه بيحاول ان هو ما يبقاش في شد جامد، يعني انت عارف يا كابتن اسلام التركيز الكبير مع لعيبتنا خبرات طبعا على اعلى مستوى، لكن الشد الكبير والتركيز الكبير ممكن يشتت شويه. النهارده بنتمنى الوليد يبقى متواجد، بنتمنى اجاي يبقى متواجد، الكل يبقى متواجد، يعني الوفره من كده العدديه لسه ما عرفش التشكيل برضه، الاماكن اللي يمكن مستر فايلر بيحاول ان هو يوظف فيها بشكل كبير لسه كابتن اسلام، يعني احنا خلاص يعني ان شاء الله في خلال 10 دقائق بالكثير قوي يكون تشكيل الفريقين معاك وتشكيل طيب. النادي الاهلي ان شاء الله ارجع لك كابتن اسلام وفي خلال لحظات ان شاء الله يكون معاك التشكيل. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا كريم احمد من ارض استاد القاهره.